مساحتنا هلا نور هي مساحة من النشاط والرياضة، ومن نتعرف اليوم على نوع من أنواع الرياضة وهي الزومبا. هل الزومبا مفيدة لإنقاص الوزن أو اللياقة، أو يمكن التدريب على بعض الحركات أو إحماء، مجرد إحماء؟ اليوم بدنا نعرف كل هالتفاصيل مع الكوتش هديلة، تحكي لنا أكثر عن رياضة الزومبا. يسعد صباحك وأهلا وسهلا صباحك، فيكي. اهلا فيك. أهلا يسعد وسهلا، صباحك. صباح. خلينا قبل البداية نعرف شو هي رياضة الزومبا. هلا، الزومبا هي برنامج لياقة بدني كولومبي، هي بتعتمد على الرقص مع دمج بالتمارين الرياضية. هي بتعتمد أكثر شيء على الرقصات اللاتينية مثل الساسا، السامبا، مثل البيلي دانس، مثل الهيب هوب. نحن هي كلياتها بندمجها مع تمارين رياضية، فبتصير انه طلعت هي رياضة الزومبا بهذا الشيء. هي طيب، يمكن كثير في انواع من الرياضات اليوم، اكثر عم نشوف الاقبال تبع البنات الكارديو مثلا، اللعب الحديد حتى يعملوا نحت. هل الزومبا بتفيد بتفصيل الجسم؟ لانه بنعرف الزومبا اكثر بيرغبوا فيها الاناث، عن جديد عم نشوف بعض الشباب فيها. شو هي فوائد الزومبا؟ الزومبا بشكل عام هي أكثر رياضة بتحرق سعرات حرارية كبيرة، بتنحت الجسم، بتشتغل على كل عضلة بالجسم لأنه أنت عم تحركي كل جسمك، فهون هي بتسرع عملية إنقاص الوزن، بتعزز من صحة القلب والأوعية الدموية، بتنحت كل عضلة بالجسم بطريقة صح، لأنه هي أنت عم تحركي كل العضلات. طيب خلينا نحكي، مين هن الأشخاص اللي ما فيهم يلعبوا رياضة الزومبا؟ طبعا اكيد اللي عندهم الام بالظهر، بالعمود الفقري، بالمفاصل، وخاصه الركبه، لانه هي في الزومبا في عمليه وصب وحركات حركات صعبه، يعني فيها حركات صعبه وحركات كتير بتعتمد على الوصب، فهون اللي عنده مشكله بالركبه ابدا ما فيه يلعب. اللي عنده مشاكل بالرقبه، يعني بالمفاصل بشكل عام، هي هذا بيمتنع عنه وبعض تماما. الامراض ممكن فينا نقول الامراض طبعا كمان حسب شو المرض، يعني هلا مثلا مثل امراض القلب، هلا هون لانه فيها جهد، فهون الواحد بيمتنع عنها. يعني اللي معه مرض بالقلب ما فيه بيلعب، لانه هي بتعتمد اكثر شيء على الجهد، على المبذول الجهدي الكبير. طب خبرينا اليوم كيف الاقبال على الزومبا، او خبرينا كمان، يمكن قلتي انه بتحرق كثير من السعرات الحراريه، قد لازم الواحد يلعب كم يوم بالاسبوع او كم ساعه حتى يقدر يحصل على حرق؟ يعني قديش بتحرق بالساعه الزومبا؟ هلا هي فيكي تلعبيها كل يوم، لانه هي لعبه ممتعه، وخاصه للبنات الرقص بتفرغ الطاقه السلبيه. هلا هي يفترض ساعه باليوم، طبعا اللي عنده وقت فاضي. هلا اللي ما عنده وقت، في يوم اي يوم لا. بالساعه الواحده هي بتحرق من 600 ل 1000 سعره حراريه، يعني حرقه كثير كبير. ليش نحن بنقول انه الزومبا هي بتختلف عن الرياضات الباقيه؟ لانه هي رياضه فيها مجهود كتير كبير، بتحرق اكثر. بس لازم يكون متواصل الحركه، ما طبعاً توقفي ابدا، ساعة مو مثل الحديد ساعة او كاملة. الكارديو. لا، ساعه كامله، لانه هي رقص رقص رقص، فهي ساعه كامله متواصله، فهون بحرق انا من 600 ل 1000 سعره حراريه. حلو. طيب خلينا نحكي عن الاعمار، كل الاعمار تستطيع ان تلعب زومبا، ولا لا في اعمار محدده وهي بتكون الافضل؟ لا طبعا كل الاعمار، لانه هلا بس عندك هون شو بيختلف؟ عم نشوف الاطفال حتى هلا، يعني هلا بيختلف هلا هون التدريب. يعني الاطفال ما فيك تعطيهم مثل الصبايا او صحيح. او الشباب، لانه هلا مثل ما قلتي، هلا الشباب كتير كمان هلا صايرين عم يدربوا عليها تماما الزومبا، فهون عندنا الاطفال بتعطيهم نمط معين بيمشوا عليه. هلا كثير الاطفال حابين هاي الرياضه، خاصه انه انا بدربها، فبحس انه الاطفال بس بدهم يرقصوا، مو لانه هي فيها حركه، مو لانه انت مدربتهم. هلا يمكن هلا هن كثير بيحبوا الرقص، فلجأوا لهي الرياضه، فهون صاروا يحبوا هي الرياضه بالذات، وتفريغ طاقه. ايه، هي يعني بتفرغ الطاقه، خاصه بتشوفي الاولاد بس بدهم يحركوا، اجيتهم هي على البال المستحيل، يعني يلا بس نرقص. ايه، تعليمها هي حلو، لانه هي بتبلش بالاطفال بحركات سهله بتناسب اعمارهم، بتختلف عن الصبايا. هلا الصبايا بتمشي معهم فورا، يعني يلا، لانه هن بيعرفوا اكثر من الصغار،
وبهيك بتحسي في فرق بس بين الصغار والكبار. اكيد بالمجهود يمكن. طبعا. طب خبرينا كوتش، يعني اليوم حتى الزومبا ما عم تكون مجرد رياضه، عم تكون نوع من انواع الرقصات اللي عم حتى يبدعوا فيها كشباب وبنات، وايضا يمكن بسوريا هي ظهرت كرياضه فقط لتنزيل الوزن، لكن هي بالاصل هي رقصه عالمية وعم يتباروا فيها خارجيا. هل وصلنا بسوريا لهذا المستوى ولا هي بعدها بمستوى الرياضات عنا؟ لا طبعا وصلت لمستوى هلأ عالي، وخاصة الاتحاد الرياضي شهر فيها كتير، صار يعمل دورات فيها، صارت هلأ جميع النوادي يعني عندها زومبا. عندها زومبا يعني هلأ صارت أغلب النوادي عنا هون كلهم عم يدربوا رياضة الزومبا، لأن هلأ انشهرت. يعني أول شيء ما كانت هالكتير مثل ما أنت حكيتي، هلأ صارت كتير، لأن خاصة أنه صار في دورات لإلها، صارت العالم كلها تعرف أنه الزومبا هي رقص وتمارين وبتنحت وبتنحف. فهون أنا شو صار؟ صار انه انا كل النوادي صارت تدربها، صاروا كل العالم هلا اغلبها ما عم تشوف غيرهم يدربوا زومبا. طيب. يعني حبوها، يعني شغله ممتعه جدا. طيب كوتش خلينا نحكي، يمكن في كثير من الناس بتلعب رياضه عن طريق النت، يعني من خلال اليوتيوب او من خلال بعض البرامج بتنزلها عبر الموبايل والتطبيقات، بس الزومبا نوعا ما هي مختلفه هون، لازم يكون في اتباع من خلال الكوتش لانه ممكن بعض الحركات تاثر صحيا على الجسد. طبعا هلا هي بتاثر كثير، اذا مثل ما قلت لك اذا في الام بالمفاصل ما في كثير يلعب. هلا هون بالبدايه نحن بدنا نمشي تحت اشراف حدا مختص بهالرياضه بالذات. هلا في كثير رقصات نازله على اليوتيوب، فاغلب الصبايا او الاطفال بيقلدون. صحيح. بس يعني هنن بيقلدوا، بس هلا افترضي عملوا حركه غلط. صحيح. يعني هنن بدهم بالحركات، ليش نحن مثلا بندربها خطوه خطوه؟ لانه في عندك حركات مثلا ما فيك تنطي عليها كثير، بدك داري انه انت ما تنزلي على الركبه مثلا كثير، فهون بصير اصابه، فهون لازم هن حركاتها سريعه، لانه ايه حتى اذا ممكن عملتي رده فعل غلط ممكن ياثر. ايه طبعا. هي حركات كثير سريعه، فهون انا اذا بدي اعمل انا بدي اقلد ما بيصير. ليش؟ لانه انا يمكن اعمل حركه غلط انصاب. فانا هون بفضل انه يكون في حدا مختص يشرف على التدريب بالذات، ان كان اطفال او ان كان الصبايا. هون الافضل اللي عم بيمارس هالرياضه وافضل للكوتش بيكون. طيب كوتشا، يمكن كل رياضه لها نظام غذائي معين، في مثلا شيء مسموح من البروتين من الكربوهيدرات شرب المي، مثلا الزومبا هل لها نظام غذائي معين؟ كيف لازم الواحد يضبط حتى يستفيد منها كرياضه؟ لانه اذا نظام غذائي ما هو موجود باي رياضه ما بنستفيد منها. فخبرينا مثلا قبل الزومبا شو لازم يعملوا، او بعد الزومبا بعد هالمجهود الكبير لازم ياكلوا؟ هلا لا لا هلا قبل الزومبا لا، لانه انت ما عم بيكون في عمليه وسب وحركه كبيره وطاقه اكثر، فانت يعني بيصير في انه انا اكون اكله واجي اتمرن وارقص ما بيصير. يعني هلا مثل مثلا الرقص الشرقي ما فيني انا اكل فورا اجي بلش رقص. صح. فهون هي بتصير انه بتضايق، هي اللي عم يلعب بيتضايق، وما بالك انه مثلا اكل وجاي. فانا هون بدي احافظ انه انا قبل بشي ساعه ونص ما اكون اكله. تمام. بدي اكون يعني طبعا مو اكون ما اكله ابدا، بكون باكله وجبه خفيفه، بيجي برقص انا هون براحه اكثر، حتى مشان الطاقه. يعني هلا حدا اكل وجاي يلعب بتصير طاقته قليله، انه نعس بده ينام، هيك بتحسي انه خلص طاقته. بعد الزومبا بعد التمرين في بياكل كمان بساعه، بياكل طبعا وجبه متكامله، مو ممتنع عن شيء. في ممنوع يعني ومسموح؟ نحن طبعا اكيد السكريات ممنوعه، مثلا الوجبات الجاهزه السريعه ممنوعه، بياكل شيء مثلا بروتيني. بس يمكن النظام الغذائي اخف لانه بتحرق اكثر من باقي الرياضات، يعني نحن احيانا بنشوف نظام غذائي قاسي مع الرياضه، هون لا عم تقولي وجبه متكامله نوعا ما، بنقول النظام الغذائي مقبول اكثر من باقي الرياضات. طبعا لانه هي بتحرق اكثر من الرياضات اللي قبل. فانا هون بس هلا باي رياضه ان كانت الزومبا او غيرها، النظام الغذائي نظام غذائي. يعني انا بدي التزم فيه، كمان انا ما فيني اكل كل شيء واكل اكل جاهز وحلويات واجي مثلا
عم بتدرب زومبا لنفس يعني النظام الغذائي نظام غذائي بكل الرياضات لازم بلتزم فيه. نعم يعني النظام الغذائي معروف كوتش انه هو 70% زائد 30% رياضه لحتى ناخذ النتيجه المثلى، ودائما الرياضات باكملها بدها البروتين والكربوهيدرات وحتى الخضره والفواكه حتى نقدر نكون حصلنا على كل الفيتامينات خلال الرياضات. نحن بنتشكرك فعلا، بنقول الرياضه حياه، يعني فعلا لما نحكي عن الرياضه بنتمنى من الكل يمارس لو ابسط انواع الرياضه بس حتى يحافظ على جسمه هالآلة اللي عم نستهلكها كثير. شكرا لك، شكرا لوجودك معنا.